واللحظة مباشرة سنغمشي ونرحبوا بطبيعة الحال بأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية. صباح الخير، صباح الصحة والسلامة أستاذي. تحية لك أختي سكينة، وتحية لفريق العمل، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. الحمد لله، بارك الله. الله يطول لي عمرك أستاذي لالا أختك. وغادي نمشيو مباشرة للحظة ونتكلموا على عرفتي دابا فكرتيني في واحد المسألة كنا كنديروها في فصل الصيف ملي كنا كنمشيو في العطلة، كيكون الفطور الصباح بالحسوة والقهوة، وفي العشرة ولا الحداش كتحط القصرية سواء ديال التردة ولا ديال الرفيسة العمية. نعم، هذه من القواعد اللي كانت، ومن بعد عاد كيكون الغداء مع الربعة ولا مع الخمسة. هذه القواعد ديال العطلة اللي كانت كتكون بطبيعة الحال، ومن التغذية الصحية الصراحة اللي كانت واللي كانت جميلة جدا. اكيد. فالرفيسة العمية من المكونات اللي للأسف كيقول كل الواحد ما خصوش ياكلها غير غلاضي لا غير ذلك، رغم انها مكونات بطبيعة الحال اللي كلها صحة الى الدرس بالقواعد الصحيحة وبالامور اللي هي يعني بامور اللي هي صحية بطبيعة الحال. نعم اختي سكينة، اليوم ان شاء الله كما قلتي، لما كنقولوا مصطلحات في المغرب عندنا مصطلحات معبرة ومصطلحات قوية. يعني حتى المصطلحات مي كنقولوا رفيسه العاميه، مي كنقولوا بركوكاش، مي كنقولوا الرفيسه، مي كنقولوا التردا، مي كنقولوا السيكوك. يعني كتلاحظ القوه ديال المصطلح والحموله ديالو. فاليوم ان شاء الله حديثنا غيكون على ماشي الرفيسه، انما الرفيسه العاميه. قد يتساءل سائل هذه الرفيسه العاميه هذه، وغادي نشوفوا الاصول ديالها. حنا لما نرجعوا الوجبات كنرجعوا الاصول، الاجتهادات كتبقى جديد. لكن كما هضرنا البارح على الطبق البيصاره في واحد القالب اللي هو تاريخي وحطينا له الاسس ديالو، فاليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الرفيسه العاميه. بالنسبه لهذا المصطلح هذا ديال الرفيسه المصطلح معروف، يعني المغاربه كلهم كيعرفوه، جا من فعل رفسه. مي يعني بعض المرات اختي سكينه كنبقاو نجيبو شي قصص كان من الخيال. لما تمشي ترجع للاصل ديال كلمه رفيسه، بزاف الناس كيردوا بعد التاريخ ما بقاوش عارفكم ماين نجتهدوا في التاريخ. التاريخ عندنا حنا رفيسه كانت في المغرب قبل الاستعمار. لما تمشي بعض الناس كيكتبوا على التاريخ ديال رفيسه، شنو هي الرفيسه؟ هي واحد كان عجباته رفيسه وكيقول غفيسه، زعما عاودها. انا ما عندها لا علاقه بهذه المساله هذه، باسكو هذه يعني واحد حاجه. واحد كيهضر باللغه الفرنسيه عجباته واحد وجبه قال لك غفيسه وسميناها رفيسه. رفيسه كانت حتى قبل الاستعمار، باش نتفقوا على هذه المساله. نجيو لمساله رفيسه العاميه. رفيسه العاميه بالمناسبه علاش كنهضروا عليها في هذا الوقت هذايا؟ علاش خلينا حتى لهذا الوقت عاد مشينا كنهضروا على البيصاره وكنهضروا على الرفيسه؟ اولا الرفيسه العاميه، نرجعوا شويه للتاريخ كما رجعنا مع البيصاره كما رجعنا. التاريخ هو المستقبل، هو الحاضر، هو المستقبل. احنا عندنا التاريخ ديالنا. اولا الرفيسه هي تحضير، هي وجبه بروفي دانفونسيون ديال الاجداد ديالنا، براءه اختراع ديال الاجداد. وانا غادي نقول كيفاش خرجت رفيسه كما هضرت على البيصاره البارح. كيفاش خرجت رفيسه؟ منين خرجت وشنا هي الظروف اللي خرجت منها رفيسه؟ علاش؟ لان كيقول لك الحاجه ام الاختراع. شنا هي الحاجه ام الاختراع؟ الناس عندها، المراه المغربيه عندها واحد لا سيتوياسيون في الدار، خصها تخرج وجبه لوليداتها. فكيفاش جات هذه الرفيسه هذه؟ اولا هي براءه اختراع ديال المراه وديال المغربي الاصيل، بروفي دانفونسيون، خصو يرجع للمرأة المغربية. علاش؟ المرأة المغربية كانت كتعيش في الجبال ديال الأطلس الكبير والأطلس الصغير وجبال الريف والجنوب والشمال، وبالتالي كانت عندها ظروف اللي هي خلقت منها امرأة ذكية كما الرجل. كان عندنا ذكاء كبير، الجغرافية ديالنا خرجت انسان ذكي، مي كنقول انسان ذكر وانثى واطفال،
كانوا اطفال اذكياء عندهم واحد البصيره خطيره جدا اطفال ديالنا حنايا. وباش تعرفي اختي سكينه علاش كيفاش الاطفال ديالنا كانت عندهم هذا الذكاء، شوفوا العاب الاطفال اللي كنا كنلعبوا حنا في الصغر ديالنا، كانت العاب كلها كتخدم الذكاء ديال الطفل، لا الالعاب اللي عند الانثى ولا الالعاب اللي عند الذكر، كنهضر على الاطفال. فيما يخص الرفيسه، الرفيسه قلت انا بحكم الجغرافيا ديال المغرب، بحكم بزاف ديال الامور خرجت هذه الوجبه هذه، خرجت من 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 رحم المغرب، خرجت من 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 الثقافه المغربيه الاصيله. فالمرأة المغربية بالحس الذكاء ديالها وذاك الذكاء يعني النظرة الثاقبة، كان عندها حس، ومن ضمن النقاط اللي كانت قوية فيهم المرأة المغربية الحس الاقتصادي، كان الحس الاقتصادي عند المرأة المغربية جميل وقوي بزاف. فشنو هي كتحط في واحد الوضعية، شنو هي الوضعية؟ الناس خصهم يعرفوا في قديم الزمان ما لغزمون الناس ديال اليوم ما عاشوش هذه الفترة هذه، والناس اللي عاشوها راه كتقاصلوا من النوستالجيا وراه كيعرفوني علاش كنهضر. كان عندنا حنا السوق الاسبوعي، واللي نتمنى ان هاد ثقافه السوق، لان السوق ملي كتمشي من الصباح للسوق وتجي حتى العشيه كتعيش كانك عشتي في واحد المجتمع سنه كامله، كتشوف كل شيء، حاجات زوينين والحاجات الخايبين. درس انا ولدي كان دير السوق الاسبوعي باش يستافد، حيت كاين اشياء يعني من الفجر حتى يسالي السوق، يعني اشياء خياليه كيشوفها ولدك وكتشوفها انت. كان السوق الاسبوعي، السوق الاسبوعي مثلا نفترضوا حنا مثلا نواحي وزان كان عندنا يوم الخميس، يوم الخميس كيتسوقوا الناس لمدينه وزان، الدوابير كلها في النواحي ديال وزان كتمشي لمدينه وزان، شحال كنا كنمشيو 10 الكيلومتر على رجلنا ونرجعوا 10 الكيلومتر على رجلنا، هي شحال؟ هي 20 كيلومتر في اليوم على الاقدام، والبهائم كانوا كيركبوا عليها غير الناس الكبار، والناس دو توت فاسون ماشي الناس الكبار، الناس الكبار كانت تبارك الله يعني الصحه ديالهم ما شاء الله، المهم الناس اللي ما قادرينش يتمشاو ولا يعياو بالتناوب كانوا كيركبوا على البهائم، اما حنا ما كناش كنركبوا 10 كيلومتر الي و10 كيلومتر روتور، 20 كيلومتر في النهار، فين كنا كنمشيو؟ كنا كنمشيو للسوق الاسبوعي. شنو فيه؟ فيه داك الشيء اللي تخيلوا، اللي عنده شي براد كيديه يصوبو، اللي عنده شي صنداله كيديها يطرفها، اللي عنده شي هادي، الحياه هكا كانت، هذا واقع ديالنا، هذا حقيقه ديالنا حنا في المجتمع، ولا نخجل من هذا بالعكس نفتخر به. كان اختي سكينه نهار الثلاث والاربع كتبدا تسالى المؤونه، شنو هي المؤونه؟ ما قصدش انا يعني يعني بيت الخزير راه كاين، انا كنهضر على باش نمشيو يمشي الانسان للسوق. فالمرأة كتلقى راسها ملي كتسوق نهار الخميس كتشيط لها الخبز، نهار الجمعة كدير كسكسو، كيبقى لها ملي كنقول الخبز، شوف أنا حديثي اليوم لأن الرفيسة العامية، الرفيسة العامية النجم ديالها هو الخبز اليابس، باش نكونوا عارفين، هو الخبز اليابس باش الناس يعرفوا، الرفيسة العامية هي الخبز اليابس مسقية، باش مسقية أنا غنهضر عليها، لأن يعني الناس كانوا كيمشيو للسوق يجيبوا غير هادي يعمروا شي حاجة البوطة اللي كيحتاجوها بار المرة اللي كان عندهم الحطب، يجيبوا العطرية، يشوفوا السوق، يتلاقوا في السوق، يبيعوا الغنم، يبيعوا الأبقار، هادشي اللي كانوا كيمشيو يديروا الناس السوق، ما كانوش يمشيو يشريوا الطحين، كانوا يمشيو يطحنوا. فكتبقى الخبز ديال الأسبوع، المرأة كتشوف حداها باللي الخبز يابس، الخبز كيتجمع يابس، الخبز ديال الدار بالخميره البلديه بحبه حلاوه بالنافع الزنجلان مي كتيبس ما كتغمالش ثلاث ايام ربع ايام ما كتغمالش، على عكس حاجه اخرى. فكتبقى لها الخبز، الحس الاقتصادي ديال لقات بلي وليداتها ستقدم لهم وجبه، الزوج ديالها خارج المنزل غيجي خصو يتغدى ولا خصو ياكل، لقات بلي عندها الخبز يابس، عندها في بيت الخزين الفول، عندها العدس، عندها البصله معلقه، عندها الثومه معلقه، بقى لها شي شويه ديال الابزار، وبقى لها شي شويه ديال السكينجبير، والملحه عندها كيدوز مول الملحه، كيجيب الملحه الحيه في الدوار كيجيبها من زرادون وكيدور على الدوار كاملين بواحد البغيه البيض كلها، فهذه الناس راه كيعرفوه الله يرحمه مسكين، كان كيدوز الملحه الحيه كتوصل للناس حتى للدار، لا هو كيبيع الملحه الحيه والبغل ديالو بيض،
هذا معروف، دور قبيلة رهونة، قبيلة غزاوة، قبيلة بني مسارة، قبيلة بني مزقلد، هادو كاملين كيعرفوا هاد السيد هذايا الله يرحمه ويسالي، حنا من الصغر ديالنا كنا كنعرفوا. لقات عندها هادشي هذايا، هي معاياش مع العشرة الحداش. أنا كنعطيكم الأصل باش ما نبقاوش نجتهدوا فشي حوايج اللي هما زايدين. الراجل ما كاينش باش أنها تذبح الخروف ودير اللحم، دوك هاهي ما غاتكونش باللحم. الفروج كيخرج برا، مستحيل تشد الفروج في العشرة الصباح، هادي مستحيل. حنا كان عندنا الفرارج والبادية حتى الآن، الفروج إلا ما غفلتيش مع الفجر ما عمرك تشدو، مستحيل تشد شي فروج مع 11 النهار، لأن كان عندنا الزروبة وكان الهندية وكان الزعبول وكان هادي، مستحيل مستحيل تشد الفروج. يعني ما كاين دجاج، لا حلم أنك دير شي حاجة ديال الدجاج. دونك شنو عندها هيايا؟ عندها الملحة، عندها الخبز يابس، عندها شوية ديال الإبزار، عندها شوية ديال 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 السكينجبير، عندها البصلة وعندها التومة. صافي الا بقات لها شي حبه ديال الماطيشه ولا شي حبه ونص هكا ولا جوج حبات ديال الماطيش. دونك شنو دارت هي؟ شنو دارت؟ شدات هذيك القدره، شدات هذيك القدره، دارت فيها الفول ودارت فيها العدس، عندها زيت الزيتون في بيت الخزين زادته، عندها الملح دارتها، عندها شويه الفول شويه ديال الابزار دارته، سكينجبير دارته، كتزيد حتى شويه ديال السمن. الدجاج ما كاينش، اللحم ما كاينش، اخا هاد الامور هادي كامله ما كايناش، وعندها الكسكاس. هادشي هذا رداتو يطيب، دارت شويه ديال البصله، قطعت شويه ديال البصله مشلضه، قطعت ما شحراتش، الناس راه ما كانوش كيشحروا، واخا حطات البصله، شويه ديال الماطيشه، زادت واحد الحفينه ديال العدس، زادت واحد الحفينه ديال الفول، كلشي مغسول، واخا الفول البلدي اللي هضرنا عليه البارح، زادت شويه ديال الابزار، زادت شويه ديال الخرقوم، واحد راس معلقه ديال السمن، حطاتهم يطيبوا. في الجهة المقابلة عندها الكسكاس بالذكاء ديالها، الخبز قاصحة، شنو خاصها دير لها؟ دارتها في الكسكاس، البرمة عمرتها بالماء وخلتها تتبخر. شنو وقع لهاد الخبز؟ شدات الماء تبخرات، دارتها في القصعة، طاب لها داك الشيء، هزات المغرفة، القصعة ديال العود، كانت القصعة ديال العود راه باقا دابا، العود ديال الأشجار، جميع أنواع العود باقي الناس كيصنعوها دابا كما المعلقات. شدات هذيك القصعة، حطات فيها داك الخبز، جا الراجل كان على برا كيشتغل في الحقل وفي هادي، جا الوليدات كانوا كيسرحوا، شدات هذيك المريقه سقتها، سماتها رفيسه العميه. رفيسه العميه خرجت من هاد الظروف هادي. ما كتدار فيها لحم، ما كيدار فيها دجاج. رفيسه العميه الا لقات عندها المراه، الا لقات عندها هادشي الا كان باقي لها، الا لقات عندها القديده، كانوا كيديروا واحد المورصو صغير ديال القديده، واحد الطريف ماشي بشي تنكل، كتفزقوا في الليل كتخليه حتى يفزق مزيان هذاك القديد، ويطلق داك الملح ديالو لان فيه الملح بزاف، وفي الصباح كتزيدوا مع هذا كاين السم كيجي رائع. شنو كاين في هذه الوجبه هذه؟ كاينه الخبز يابس تبخر وتحط، كاينه قلنا الفول، شويه ديال الفول، شويه ديال العدس اللي كاينين في بيت الخزين، شويه ديال السمن، شويه ديال الملحه، زيت الزيتون اللي كاين في الخزين، سكينجبير، شويه ديال الابزار، فوالا، واحد البصله مقطعه وشويه ديال الثومه، الثومه كانوا كيديروا راس كامل، صافي. طاب هاد الشيء هكا، الاخر تبخر، شدوا السقينة، جاو الوليدات. في حالة ما إلا كان فصل الصيف، ما كتزادش الحلبة، وما كتزادش الثومة. في حالة ما إلا كان فصل الشتاء، المرأة المغربية كتزيد، لان انا ما كيقول لك لا الرفيسه العاميه دير هذه وهذه وهذه، الرفيسه العاميه راه هي موسميه، سا ديبون شنو غتزيد لها، راه بالذكاء ديالك انت اللي كتعطي وجبات وتقدم وجبات وتقدم برامج في الطبخ، خصك تعرف بلي الرفيسه العاميه راه ماشي وحده، راه في الصيف ما كنزيدولهاش الحلبه وما كنزيدولهاش الثومه، علاش؟ انا كنديروا لها ماطيشه، لان في الصيف كتكون ماطيشه، دابا في الشتاء كنزيدوا لها الحلبه كنفزقوها في الليل، واخا وكنزيدوا لها الثومه، علاش؟ لان هذه الوجبه كانت وجبه عاديه في الصيف، دابا خصها تسخن، خصها تسخن الجسم. شنو كنزيدوا لها؟ كنزيدوا لها هذه المواد باش كيوقع داك ليفي كوكتيل، باش كيخرجوا لي نيو برودوي، باش كيسخنوا لنا الجسم، وهذا هو الوقت ديالها. اذا الثومه فلا منزيد، بغينا نقولوا جيبوا القدره، ما بيت الخزين كاينين ناس، اغلب الناس داروا بيت الخزين. احنا الحمد لله في المغرب نشهد والحمد لله على عودة بيت الخزين، لأن احنا كان عندنا بيت الخزين ولا هو الجسم، دابا درنا لا
درناه حنا في الجوانب ودرناه في الاماكن الميته في المنزل هذاك لاسباسمون درناه فيه كاين فيه بيت الخزين ولا الحمد لله بيت الخزين اللهم يولي قنت ديال بيت الخزين ولا يولي جسم اللي فيه 100 و120 كيلو واللي هو بيت الخزين فولا بيت الخزين عودت الحمد لله انا كنبشر المغاربه اننا والناس اللي راهم يراسلوا ويشوفوا يديروا تصاور وغتشوفوا واحد غتلقاو باللي نعم عوده بيت الخزين في المغرب ومين يرجع بيت الخزين عرفوا الصحه بدات كترجع الحمد لله فمن هنا خرجت نتوما في المنزل ديالكم دابا كتبقى لكم الخبز باش تعرفوا انا كنهضر على الخبز ديال الدار بالخميره البلديه بحبه حلاوه بالنافع بالزنجلان بالحب السوداء زريعه الكتان الخبز الاصيل كيضيع كيترمى ما عندك الدجاج اللي غياكلوه ما عندك حيوانات اللي غياكلوه في المنزل ديالك شد واحد الطبق دير فيه واحد التوب ديال حياتي هذاك الطبوق راه مهمين طبق التوب ديال حياتي وغطي كل مره بقات لك الخبز خليها واحد يومين ثلاث ايام يتجمعها دير لوليداتك هذا رفيسه العاميه هذه وانت كتاكل وشرح لهم منين جات رفيسه العاميه فهي فيها حس اقتصادي فيها حس اجتماعي فيها حس تاريخي فيها حس ديال النوستالجيا زائد الفوائد عرفتي مي كنهضروا على رفيسه العاميه الخبز هضروش عليه لان فيه الزرارع في هذه الامور هذه كامله وجبه رائعه جدا اول حاجه كتعطيك لاساسيتي واخا الكميه صغيره كتخليك تشبع باش كتشبع كتشبع انك كتاكل واحد الوجبه كلاوها جدودك تصور في ذاك اللحظه انت عرفتوا شنو هي هذه بزاف الناس ما كيعرفوش قيمتها ملي كتاكل خبز خميره بلديه اكبر حاجه كتستافد منها من غير ذاك الرائحه ملي كتكون كطيب لان فيها ما يقارب 400 اغوم لانكونسيون ديالك لا وعي ديالك اش كيقول كيقول انا جو سوي اونطران دابا كناكل واحد الوجبه اللي كلاها جد 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 جدي انت جالس كتاكل بانيني ايه بانيني راه انت اول جيل كتاكل بانيني مي رفيسه راه ما صافي لونطون كلاوها الناس كسكسو راه ما صافي لونطون مي كتجلس انت وتاكل كسكسو عريق بالتشيشه ماشي بشي حاجه اخرى بالتشيشه ولا مفتول بليد هذا هو الكسكس فكتاكل شي حاجه الناس كلاوها هذه راه 1000 سنه كسكسو العمر ديالو 1000 سنه اكثر من شي دول التاريخ ديال الكسكسو فايت التاريخ ديال شي دول الان ونجيو حنايا ونقول لك لا فيزيتا لا غادي نبدلوش غتبدل فيه غتبدل شي حاجه اللي هي عريقه ما يمكنش هذا الشيء هذا ما خصناش نقيسوه كما هضرنا على الوجبه هذه رفيسه اللي كترجعك للنوستالجيا يقول سمعت والوليدات كيحماقوا عليها بلا لحم بلا دجاج بلا خصنا نديروها بالحس الاقتصادي ودابا حنا دابا اكيد دابا حنا اختي السكينه واش ما كنعيشوش ظروف صعبه فيما يخص الاستهلاك واش ما خصوش يرجع عندنا هذا الحس الاقتصادي حنا هذيك المراه اللي هي ما بقى لهاش في الدار انها الراجل ما كاينش ولا باش تذبح خروف ولا تذبح جدي ولا دير دجاج بلدي ولا هذا علاش ندير انا اللحمه علاش ضروري ندير انا ماده بروتينيه علاش واخا انا ماشي نقولوا كاع حنا نقدروا نجتهدوا كيف ما نقدر نزيد بيضه بلديه فوق هذه الرفيسه هذه مسلوقه مثلا عندي ثلاثه ديال الدراري ندير لهم بيضه لواحد فوق هذا وهنا مغدي من يعني الجميل ان اول فائده ديالك كتعطي الشبع كتشبع كتعطيك لاساسيت داك هذاك الكوان هذوك الجنبات في المعده كيعمروا كتولي الجسم كيولي الطفل حنا ملي كنا دراري صغار كناكلوا الرفيسه شي كتاكلها ثلاثه دغمات لان هما اللي كنلحقوا معاك كنكونوا كنلعبوا بزاف ما كيبقالناش الوقت الماكله ملي كنا صغار يعني كنا الى لحقنا ثلاثه اربعه دغمات راه حنا كلينا ما غنجيو حتى للمغرب عاد نجيو هادشي اللي تغدينا مع الوقت ديال الغداء يعني كنكونوا فرحانين باللعب وكنصنعوا السعاده وكاين العواد كاين الحجر كاين الاوراق كاين هادشي كنا كنلعبوا به كنا كنخلقوا السعاده ديالنا اللي مالوغوزمون اليوم كيتخلق السعاده بالتليفون الطفل شادو علم الله قال كيقول لك لا دخلوا من الشارع دخلتيه من الشارع وعطيتيه شارع هذاك اكبر ماشي شارع هذاك كوكب كامل عطيتيه له في داك التليفون وليدات هادشي اللي باغيين فهادشي علاش الرفيسه جات من هنا الفوائد ديالها اول حاجه كتعطيك الشبع بحال البيصاره وانت تفطر في البيصاره شوف كيفاش غتقيل نهار كامل بعض الوجبات مزيفه بعض الوجبات سمحوا لي على المصطلح غير كتضحك على الجهاز الهضمي ديالنا ملي كتاخذ انت حلوه غير كتضحك على الجهاز الهضمي ديالك علاش طلعت لك لاغليسيمي بالزربه هبطت لك لاغليسيمي بالزربه جاك الجوع المزيف كيتسمى ليبوغليسيمي رياكسيوني مي الا خديتي الرفيسه والبيصاره كي كتقيل نهارك تقيل تبعان سير داك الساعه تجي هكا الرفيسه كتشبع زيت شنو فيها زيت الزيتون
مي كنقولوا زيت الزيتون عملاق الوقت ديال دابا كيسخن الجسم هضرنا على العناصر ديالو واخا مي كتهضر على اوليو كونتا اللي كاينه في زيت الزيتون راه كتسخن الجسم بوليفينول قوي جدا تيغوزو ليدوكسيتيوزو الاوميغا تشعود اوروبيين هادو حفظوهم الناس الحلبه الحلبه من اروع المواد علاش الحلبه ماشي كتفتح الشهيه لا الحلبه كتنيت وهي كتنقي كتزول داك الخمائر وكتزول البكتيريات الضاره اللي كاينه على مستوى الامعاء ديالنا هذه الحلبه وكتنشط تنشط عمل الكبد وخاصه الاس او دي سوبر اوكسيد ديسميتاز واحد جوج ثلاثه شوفوا هذا كتنشط الجلوتاتيون الكبد كيعشق الحلبه بواحد الدرجه كبيره بزاف ماشي شدانا ونخلطها ونديرها كاس ونخلطها وناخذ معلقه في الفطور معلقه هذه لا ماشي هكا كتخذ الحلبه ها في كتخذ الحلبه دير الرفيسه انت عندك الرفيسه العاميه ديرها مره في السيمانه ما كتبقالكش الخبز هادشي الا كنتي كتعجن في الدار بيان سور الا بقات لك الخبز دير الرفيسه وزيد معها الحلبه ها انت خديتي الحلبه بلا ما نبقاو حنا لا ثلاثه الحبات في الفطور ثلاثه الحبات في الغداء هذا ليس باستهلاك خا هذا يعني نستهلك ولا نستهلك خا فهادشي علاش الفوائد ديال الحلبه فوائد زيت الزيتون فوائد ديال الابزار علاش داروا هما الابزار بالضبط علاش الابزار وعلاش داروا معاه الخرقوم شوف الذكاء علاش ما داروش الابزار بوحدو علاش داروا على الابزار والخرقوم لان يعني الابزار فيه البيبيرين والخرقوم فيه الكركمين كنهضر على الخرقوم البلدي فيه الكركمين كلشي كيهضر على الفوائد الكركمين لا تمتص على مستوى الامعاء الا بوجود البيبيرين شكون اللي قالها لجداتي ما كانت كدير الا دارت الابزار ضروري دير الخرقوم ما تقدرش دير واحد فيهم اليوم العلم يثبت ان الكركمين لا تمتص الا في وجود البيبيرين الخرقوم والابزار كيسخنوا الجسم زيت الزيتون الفول هضرنا عليه البارح الال دوبا اصنع لك السعاده تاكلوها يصنع لك السعاده هي خاصها تصاوب داك الوجبه باش تسعد زوجها وتسعد راسها وتسعد وليداتها وليداتها كياكلوا هي كتشبع كانت الحس هذا الحس اللي كان لا انا ما عنديش الوجبه نهضرش على كل شيء بيان سور السمن ندير واحد شويه د السمن لاسيد بيوتيريك طول لي كولونوسيت خلايا القولون تعشق السمن هاد الوجبات كلها البصله الاليين والاليسين ولي برودوي سوفخي الثومه الاليين والاليسين كذلك ولي برودوي سوفخي اللي كاينين في الثومه هادشي كامل هذا جمعناه في وجبه قويه سميتها رفيسه العميه انا اظن هذا الاسم هذا حيت كاينه الرفيسه كاين الرفيسه العميه اظن انا باش يفرقوا الناس القدام على الرفيسه العاديه والحس الكوميدي والفكاهي اللي كان عندهم سموا هذا الرفيسه العميه بقى اللي ما عندهاش ترجمه في اللغه الفرنسيه بقى تقدر تكون في الانجليزيه مي الفرنسيه ما عندهاش ترجمه واخا اولا الترده كانوا كيسميوها الترده كاين بعض المناطق في المغرب كانوا كيسميوها الترده مي حنا اللي كيهمنا هما المغاربه دابا كيعرفونا علاش كنهضروا وكيعرفونا الوجبه وذاقوها ونتحداكم ديروها لوليداتكم من قلبكم وما يعجب ما تعجبهمش الدراري الصغار كيحماقوا على غير مي كنقولوا الرفيسه العاميه القواعد ديالها منين جات خصنا نحافظوا عليها بكل التفاصيل ديالها مي نزيدوا شي حاجه يعني انا بعض المرات كيبان في الحريره في الكسكسو في بعض الهادي الكسكسو الكسكسو اختي سكينه كيتكل بالفورشيط عرفتوا قصة الفورشيط؟ كسكسو لما لقمتيش ما تقولش كسكسو. واسمح لي اختي سكينة دابا 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 الكسكس غوفيزيتا كيتكال بالكسكسو هذاك غوفيزيتا هو كيتكال بالفورشيط. مي الكسكسو الحقيقي كيتكال باللقمة. اللقمة كديرها في يدك وكتحسبها وكتشي داك الماكلة باللقمة من بعد نديروا لها واحد جوج حلقات ولا ثلاثة لأن حلقة ما كافياش باش تاكل باللقمة. فتار في ترى ممكن ناكلوها باللقمة وما تاخذوش بالمعلقة كلوا بيدكم. واي واحد كيسمعنا دابا كل انت كسكسو بيدك وكلو بالمعلقه ما كتعرف حتى تعلم علاش انت خلقتي كتعرف تشد ستيلو حتى شي واحد ما خلق كيعرف يشد ستيلو وكيما تعلمتي تشد ستيلو كتقول ولدك ها كيفاش تشد ستيلو كتعلم دير اللقمه واخا يكون في 10 حتى 30 عام الا كنتي كتحشم تعلم تشد اللقمه في 30 عام كنقول لك انا راك ما تعلمش حتى حوايج اخرين لان الا صغرتي راسك في تعلم اللقمه وتعجن وتعلم تعجن غتصغر راسك في علم واحد اخر اللي انت كتشتغل فيه لاننا نتعلم يوميا فانا شخصيا الا ما كنتش كنعرف نلقم غنتعلم نلقم ولكن الحمد لله علمونا نلقم وحنا من الصغر ديالنا هكا عاوتاني كاين بعض الناس كيحشموا يتعلموا يعجنوا ودونك الا كنتي كتشتغلي في شي مجال ما عندكش هذاك ليسبري ديال التعلم
وليسبري ديال التعلم ونصغر دماغي ونسول، والحمد لله بعدنا موجوده. رفيسه العمياء من الوجبات هي عملاقه، من الوجبات ديال هذا الفصل هذا، من الوجبات ديال ان شاء الله راه قلتها لكم وسترون ان شاء الله باذن الله. انا قلتها ماشي حكم انني متخصص في الارصاد، ما يدخل الشتاء ان شاء الله، ادخل الشتاء نهار طيح الشتاء الاولى شموا خرجوا وليداتكم. انا كنقول لكم ما يطيح الشتاء الاولى خرجوا وليداتكم يشموا ذاك الرائحه ديال التراب، هذيك راه تخمر الميكوباكتيريوم فاكاي، هذوك البكتيريات اللي كاينه في التراب تتخمر وتعطي ذاك الرائحه، وهذيك الرائحه راه كتوسع لي برونش، كتوسع لي زالفيول، كتوسع الحويصلات ديال الرئه. ولكن راه الشتا كطيح على الزليج وكطيح على الشانطي راه ما غاتعطيكش هاد الريحه، حيت كاين اللي كيبغي يخرج ويطيح الشتا على الشانطي يقول لك غنشد هاد الريحه، الشانطي راه مصوب بالزفت، انت راه خصك تقلب على التراب. فخرج وليداتك للتراب يشم التراب، هذاك التراب هذاك، لان من تما كتقول له من هنا كناكلو ومن هنا تصنع لنا ومن هنا غنرجعو. فان شاء الله ما يطيح الشتا، ديروا هاد العمليه هاديه وجيبوا هاد الخبز هو يابس، وصوبوا الرفيسه العميره وليداتكم، وعاودوا لها القصه ديالها، وعاودوا لها الحجايه. ونتمنى اختي سكينه، نتمنى من الله اننا واحد النهار نرجعوا نعاودوا لوليداتنا الحجايات، وذاك ذاك الحجايات القديمين، وهكا يرجعوا لهذا الزمن الجميل هذا، لان هذا هو تاريخنا وهذا هو مستقبلنا، فنحاولوا نسقلوه في هذا الحاضر هذا. مرحبا. اكيد نتمنى وان شاء الله باذن الله اننا نرجعوا لهاد الامور اللي كبرنا بها واللي تمتعنا بها كيف ما قلتي الزمن الجميل. وتحيه ليك استاذي، واكيد انه لقائنا مازال متواصل، والا سمحتي لي غنمشي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا بطبيعه الحال. المستمعين الكرام نستقبلكم ونستقبلوا الاسئله ديالكم دائما رفقات الاستاذ محمد احليمي.